أحسن الله إليكم، هل من كلمة توجيهية للمرأة المسلمة في ضوء التحديات المعاصرة؟ المرأة المسلمة عليها أن تحتشم، عليها أن تحتشم، عليها أن تتستر، عليها أن تستر نفسها ولا يظهر منها شيء عند خروجها إلى الشارع، لا تتزين عند خروجها، لا تتطيب عند خروجها حتى للمسجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، يعني بثياب ليس فيها زينة ولا ملفتة للأنظار، وليخرجن تفلات. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعزة والحشمة، فلا يؤذين. فالحجاب فيه منع لأذى الفساق، يمنع عنها أذى الفساق. ذلك أدنى أن يعرفن، يعني بأنهن تقيات نزيهات، فلا يؤذين، ما يطمع بهن أحد. فالمتحجبات لا يطمع فيهن الفساق. الحجاب فيه طرد لأنظار الفساق وإبعاد لأنظار الفساق. فعليها عند الخروج أن تلبس اللباس الضافي الساتر الذي ليس فيه زينة، ولا تتطيب عند الخروج، ولا تخضع بالقول لمن يكلمه في قلبه مرض. ما تضاحك الرجل غير محرمها وغير زوجها، ما تضاحكه وتلين له الكلام، لأنه إذا فعلت هذا يطمع بها، يطمع بها. نعم.